أهلا بكل متابعي موقع صدى البلد في تغطية جديدة. الحقيقة بالطبع التلاعب في العقاقير الطبية هو شيء لا إنساني على الإطلاق، ومع ذلك هناك بعض الأشخاص بلا ضمير تقوم باستغلال حاجة الناس لبعض الأدوية وتقوم بالغش كي تحقق مبيعات أكثر وتكون بأسعار أقل من الأسعار الرسمية. ومع الأسف تم تأكيد معلومة تداول حقن الفولتارين المغشوشة في الأسواق، ومعنا المزيد من التفاصيل في تغطيتنا، تابعونا. انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار حقن الفولتارين المغشوشة، وأكد أمين لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة كريم كرم على صحة المعلومات المتداولة بشأن انتشار حقن للفولتارين وهذه الحقن مغشوشة بالسوق المصري. والآن سنوضح مع حضراتكم كيفية تجنب هذه الحقنة المغشوشة، خليكم معنا. بالنسبة لظرف كشف حقن فولتارين الأصلية عن المغشوشة، أوضح كريم كرم أمين لجنة الصيادلة الحكوميين من قابة الصيادلة أن الفارق بين العبوتين كالتالي: أولاً، أن العبوات الأصلية توجد عليها علامة ملونة على زجاج الأمبول، أما العبوات المقلدة لا توجد عليها أي علامات ملونة. ثانياً، الوجه الجانبي للعبوة الأصلية مدون عليه عبارة يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية، أما في العبوة المقلدة فهي غير موجودة. وفي هذا الصدد وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة عاجلة إلى المواطنين حول المستحضرات الطبية والدوائية المقلدة والتي تعرف بأنها أدوية يتم تصنيعها خارج منظومة التصنيع الدوائي الشرعية بحيث تشبه الأدوية الأصلية، موضحة أنه الدواء المقلد قد يحتوي على مواد فعالة ولكن بنسبة خاطئة أو مكونات غير صحيحة أو غير فعالة وقد لا تحتوي على أي مواد فعالة. أيضا ناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة الإبلاغ في حالة الشكوك بأن هناك أحد الأدوية المغشوشة أو المقلدة، ونصحت هيئة الدواء المصرية بالرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي قبل الحصول على أي دواء، حيث قالت: الصيدلي هو الخبير بكل الأمور المتعلقة بالدواء وجرعاته. وبخصوص هذا الشأن قال أيضا الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة إن سوق الأدوية شهد خلال الفترات الماضية انتشار بعض الأدوية المغشوشة، وذلك بسبب بيع الأدوية عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن العقوبات المنتظرة لذلك هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة 1,000,000 جنيه لكل من فتح صيدلية دون ترخيص. وأضاف عطالله أيضا خلال تصريحات إعلامية إن الدواء السليم الذي يمكن للمريض استخدامه دون أي مشكلة يجب أن يمر بثلاث خطوات كالتالي: أولا، تسجيل الدواء في وزارة الصحة المصرية أو هيئة الدواء. ثانيا، يتم تداول الدواء داخل المؤسسات الدوائية الصيدليات. ثالثا، أن يصرف الدواء من قبل صيدلي. وأكد أنه لا يجوز بيع الأدوية عن طريق الإنترنت، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات لضبط سوق الدواء. وبذلك تكون قد انتهت تغطيتنا، ونتمنى السلامة للجميع والوقاية من هذا التلاعب. نشكركم على حسن المتابعة والتلقى.